السلام عليكم اعزائي، كنتمنى تكونوا في احوال جيده. اليوم غنشارك معكم بلاصه فين كنتقضى، او بالاحرى فين وليت كنتقضى، ويمكن تنفع الناس اللي ساكنين هنا في امريكا في الكسندريا يعرفوها فين كاينه. الا بغيتوا تعرفوا لادريس تقدروا تخليوا لي تعليق نقول لكم فين كاينه. هذا بحال السوق صغير، يعني ماشي كبير، ولكن كنلقى فيه كاع اللي كنبغي سواء خضار او فواكه. واللي عجبني بزاف ان اغلبيه الخضار والفواكه اللي عندهم طبيعيه اورغانيك، ما فيهاش الدواء. هادشي اللي عجبني بزاف، والثمن ديالها مناسب زعما مقارنه مع الاسمنه اللي كاينه في السوبر مارشي ديال شناوة اللي كنت كنتقدا من عنده. لا علاقه، وعند شناوة كنلقى داكشي ما فيه حتى الريحه، يعني بحال كنشري الثلج. المهم كل شيء عندهم زوين، لقيت عندهم حتى البيض البلدي، لقيت عندهم الزبده البلديه، داكشي اللي كنت كنشريه في المغرب وكان كيعجبني بزاف لقيته عندهم الحمد لله. كل شيء غتشوفوه بعينيكم. هما هادو كتلقى عندهم الكليان، عندهم الناس كتقداو من عندهم بزاف. هما كيحطوا غير السبت والحد، ودغيا كتسالي لهم السلعه، يعني خاصك تجي بكري من الاحسن باش تقدا داكشي نقي. هذا الكوك بيض اول مره غنشوفه، صراحة ما دقتوش، ولكن انا اصلا ما عنديش بزاف مع الكوك، ولكن جاني الشكل ديالو بشكل غريب. وهادو انواع الفواكه الحمراء، كاين الفرومبواز، كاين الفريز، كاين التوت البري، وكاين حتى العنب البري. وكاينين انواع اخرى من الفواكه، كاين التفاح بانواعه، تفاح بلدي كاين الاحمر كاين الخضر، كاين المونغ بانواعه، كاين واحد النوع ما عرفتوش واش مونغ ولا شنو هو. المهم هو نوع من الفواكه ما دقتوش الصراحه، هو هذا كيف كتشوفوا معايا. وكاين الليمون بالانواع ديالو، كاين البامبلوموس، كاين الليمون ديال العصير، كاين النافيل، كاين الليمون الصغير، يعني انت اللي بغيتي. وحتى البنان كاين بالانواع ديالو، كاين البنان البلدي وكاين البنان اللي من مناطق مختلفه في امريكا، وكاين اللي مستورد. المهم هنا كاين البلدي وكاين اللي مستورد، كاين مخلط. ولقيت عندهم حتى الثومه، واحد الثومه جاتني غريبه في هذا التراب. المهم غتشوفوها معايا، جاتني هي هذه، جاتني غريبه في شكلها، ما زعمتش عليها الصراحه. وكاينه الثومه الاخرى هي اللي خديت، بحال هي حمراء بحال الشكل ديال الثومه اللي عندنا في المغرب، هي هذه. مي هاد الثومات بجوج بلديين، كيف كتشوفوا هنا كاين الحامض، كاينه القرعه بانواع ديالها، كاين البروكولي، الالويفيرا، كل شيء كاين تبارك الله. زعما يعني انا كنلقى عندهم كل شيء، عجبني هذا الشيء اللي عندهم. حتى الدنجال عندهم زوين، وكيف قلت لكم الاثمنه ديالهم زوينه. مطيشه كناخذها من عندهم بكثره لانها كتعجبني، عندهم مطيشه بلديه حلوه، يعني ديك مطيشه اللي كتحس لانها طبيعيه، ماشي اصطناعي، ما فيهاش كاع الدواء. وكاين انواع اخرى من الفواكه. المهم نتوما كتشوفوا معايا الرمان، حتى هو لقيتو، هذا البرقوق، التفاح كيف قلت لكم كاين بزاف الانواع، كاين التفاح الخضر والاحمر، وهنا كاين العسل، العسل الحر عندهم، وعندهم الكونفيتور، عندهم هادو لي صوص مصايبين بطريقه طبيعيه، زوينين يعني ما فيهمش مواد حافظه، زوينين. وعندهم حتى التمر المجهول، وعندهم التمر طبيعي زوين، والثمن ديالو مناسب. وعندهم هنايا هادو بحال لي طارت اللي مصايبين في بحال تقولوا هنا في البلاد جايبينهم. كيف كتشوفوا لي داتر عندهم التمر، الا بغيتي تاخذ كاع باكيه كبيره فيها 5 كيلو عندهم، هذه الزبده بلديه. ودابا غنشارك معكم المشتريات ديالي من عند ماركت فارمرز. خديت من عندهم التفاح، دائما كناخذوا التفاح عندهم زوين حلو بزاف وطبيعي.
كناخذ من عندهم الفريز ضروري. الفريز كنشدو كنحيد منه النواره ديالو كنغسلو وكنخشيه في الفريغو، ومره مره فيما نبغي ندير العصير كنلقاه واجد ما كيخسرش ليا لانني كنديرو في الفريغو. وزوين عندهم، خديت من عندهم جوج باكيات زائد هاد العنب البري، ما عرفش السميه ديالو بالعربيه بالضبط واش العنب البري ولا سميه اخرى، المهم هو البلو باريز. زوين عندهم هاد العنب كيعجبني بزاف، وعندهم حتى الكونفيتور ديالو زوين بزاف. هاد الكونفيتور ما لقيتوش عندهم، تقاد عليا. الحلاوه ديالو محدوده صراحه وزوين، يعني كناخذو ب 5 دولار حتى الثمن ديالو مناسب مقارنه بالجوده ديالو، احسن من الكونفيتور اللي كنت كنشري من عند سوبر مارشي. وهادو بثلاثه خديتهم ب 5 دولار، يعني واحده كدير 2 دولار وثلاثه ب 5 دولار. وخديت البورو، خديت غير واحد حيت كيخسر ليا ما كنستعملوش بزاف، كنديرو في لي سوب. وخديت من عندهم الثومه، هاد الثومه هادي بلديه كيف قال ليا اول مره غنجربها، هي حمراء بحال الشكل ديال الثومه اللي عندنا في المغرب، والريحه ديالها مجهده زوينه، غير هي دايره شويه الثمن، وحده ب 1 دولار. وخديت من عندهم البروكولي، اول مره غادي ناخذ البروكولي، صراحه زوين، جربته طيبته بنين وحلو، ماشي بحال البروكولي الاخر اللي كنت كناخذو من عند سوبر مارشي. خديت من عندهم البطاطا، فايت مني جربتها زوينه، عندهم البطاطا حلوه، غير هي هاد البطاطا ماشي ديال القليان لانها كتفرتت، ولكن زوينه حلوه كتجي في الطاجين كتجي رائعه. لقيت عندهم ليمون ماندالين، حتى هو زوين، ولكن الحلاوه ديالو ماشي بحال الليمون ديال المغرب، كاين فرق، ديال المغرب زوين هذاك الليمون البركاني ما كاينش بحاله. هاد الليمون ديال العصير تقريبا كيتحسب بالحبه، يعني 8 الحبات ب 5 دولار. ولقيت عندهم هاد العسل الحر، هاد العسل خديته ب 5 دولار. ومطيشه ضروري، من مطيشه كناخذها من عندهم دائما، عندهم مطيشه غزاله ماشي بحال السوبر مارشي، حلوه ديال لاصوص اللي كتصيب بها البيتزا ولي بات، غزاله بزاف، يعني كنصحكم تجربوها زوينه عندهم، وحتى الثمن ديالها مناسب. البصله لقيتها عندهم، خديت البصله البيضاء، كنت باغا البصله الحمراء ساعه خاصك تاخذ واحد الخنشه كبيره باش، وانا بزاف عليا هذيك الخنشه. خديت من عندهم البيض، هذا البيض بلدي، هذا اكس لارج يعني كبير الحجم ديالو، باكيه ب 5 دولار، كاين متوسط كيدير 4 دولار. المهم هادشي اللي خديت من عندهم، كنتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو، خصوصا الناس اللي ساكنين هنايا. بغيت نشارك معكم هاد السوق الصغير. المهم هادشي اللي كان، كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده، وما تنساوش الاشتراك بالنسبه للناس الجدد، ولايك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد.